بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم إن شاء الله اليوم عن الخصومات. طبعاً أنا هتكلم عن نوعين من الخصومات. الخصومات ثلاث أنواع. في عندنا خصم تجاري، في عندنا خصم نقدي، وفي عندنا خصم كمي. عندنا خصم تجاري، خصم نقدي، وخصم كمي. بشكل سريع، الخصم التجاري هو خصم مرتبط بالتفاوض ما بين اللي هو التاجر والزبائن. بكل سهولة، أنا بدي أروح أشتري بضاعة، بدي أروح أشتري أي مستلزمات لشركتي أو لمحلاتي أو ل من المنطق إنه أنا أفاوض على السعر. والطرف الآخر لازم يتقبل قضية التفاوض. طيب، عملية التفاوض هيترتب عليها اللي هو إيش؟ خصومات. يعني مثلا بكل سهولة، أنا هروح أشتري اللي هو جاكيت. الجاكيت معروض اللي هو بمئة دينار. أنا مباشرة هفكر في قضية اللي هو إيه؟ قديش هنزل من سعر. فهروح ايش هقول للبائع؟ هقول له والله انا مستعد اخذ 90 دينار اذا في مجال. هيقول لي طيب ماشي، الجاكيت حقه 100 دينار عليه خصم 10%، يبقى اصبح ثمنه قديش؟ 90 دينار. تعال مع بعض نحسبها. هاي الجاكيت حقه 100 دينار ضرب الخصم اللي عليه 10%، يبقى انا حصلت على خصم 10 دينار. 800 دينار ناقص منهم 10 بصير 98 دينار. بكل سهوله وكل بساطه يبقى الخصم التجاري. الان معظم الشركات بتعمل هذه قضيه الخصم. حتى بتلاقي الان مصطلح دارج ما بين الناس، يقول لك طيب اعطيني ديسكاونت. اعطيني ديسكاونت كان هو مصطلح لاتين. يقول له ماشي، حق الجاكيت 100 دينار اعطيه خصم عليه 10%. الآن أنت بتمسك الآلة تاعتك وتقول 100 دينار الخصم 10% بيطلع 10 دينار، يبقى 98. ممكن يقول لك والله عندنا عروض على الجوكيت خصم 20%. قديش بصير ثمنه؟ 80 دينار. قال لك عندنا خصم 40%. نيجي نقول 100 دينار ضرب 40% مقدار الخصم بيطلع 40 دينار. طب 800 دينار شيل منه ال 40 دينار بصير ثمنه 60 دينار، وهكذا. يبقى قضية اللي هو خصم التجاري سهلة جدا وبسيطة جدا واحتسابها بسيط جدا. تعالوا مع بعض ناخذ مثال على الخصم التجاري. في 1-2 تم شراء بضاعة بقيمة 1000 دينار من شركة القدس بخصم بخصم تجاري 20%. خصم تجاري 20%. الآن أنا كطالب لعند كلمة الخصم بدي أوقف شوي وأتعامل مع الحدث كأنه حدث طبيعي تقليدي. تم شراء بضاعة، مشتريات نقدا، صندوق. يبقى عندي مشتريات وعندي صندوق. طبعا القاعدة بسيطة جدا، المشتريات مدينة من حساب المشتريات، وحيكون الصندوق دائم إلى حساب الصندوق. الآن القيمة 1000 دينار، لكن في عندنا خصم قديش؟ 20%. نجي أنا على الهامش بنقول 1000 دينار ضرب 20 على 100 ويساوي 20 اسف يساوي 200 دينار. يبقى ال 1000 دينار عليهم خصم 200 دينار. يبقى قديش بده يصير ثمن البضاعة؟ ال 1000 دينار اطرح من ال 200 دينار الخصم بصير ثمن البضاعة 800 دينار. جيب بقول 800 وهيك بحقق الخصم التجاري. طبعا ممكن العكس صحيح، يقول لك تم بيع بضاعة بقيمة 1000 دينار إلى محلات مثلا الرحمة نقدا بخصم تجاري 10. زي أنت ما بتحصل على الخصم
برضه بتمنحه للناس عند البيع. ماشي؟ اهم شيء انك انت تعرف ثمن البضاعه وتحدد مقدار الخصم من خلال اللي هو الكوكليت. طيب جاي، مفيش مشكله في الخصم التجاري. نيجي للخصم النقدي. نيجي للخصم النقدي. الخصم النقدي هذا الخصم مرتبط بتعجيل السداد. هنكتبها مرتبط بتعجيل السداد. ايه يعني تعجيل السداد؟ اليوم انا ببيع بضاعه وجزء منها دين، قد ابيع البضاعه كلها دين. الان انا كيف بدي احفز الزبون انه يسدد لي البضاعه في وقت قصير؟ بروح بعد ما ابيع البضاعه واتم الصفقه تماما، بعت البضاعه ب 1000 دينار مثلا، بقول له اذا سددتني خلال 5 ايام او خلال 10 ايام او خلال اسبوع 7 ايام حاعطيه خصم 2% 3% 5%. يبقى القضيه مرتبطه بايه؟ بالسداد. يبقى هذا الخصم بالمناسبه مرتبط بفتره السداد فقط. يبقى عند الحدث الاصلي ما فيش خصم، مجرد ايه؟ مجرد وعود بالخصم. اذا سددتني، يبقى الان في الحدث الرئيسي انا بشتري وببيع بالسعر اللي هو متفق عليه، اللي هو سعر اللي هو الكتالوج بيسموه، سعر الكتالوج. لكن اذا سددتني خلال فتره محدده اعطيك الخصم. طبعا هذا الخصم النقدي اذا كان الحدث حدث بيع، اللي هو العمليه عمليه مبيعات، او اذا كان العمليه عمليه مشتريات. مهمة جدا هذه الجزئية. إذا كان الحدث حدث بيع، يعني أنا اللي ببيع أو عملية مبيعات، اسمه خصم نقدي مسموح به. إذا كان الحدث حدث مشتريات، اسمه خصم نقدي مكتسب. وبالمناسبة ببيع بسامح، بشتري بكسب هذا الخصم. طبعا لما بدي أبيع انا بدي اسامح الناس في مقدار المبلغ اللي ايه اللي منحتهم اياه كخصم، بشتري انا بدي اكسب هذا المبلغ. والقاعده القديمه، المبيعات دائم الخصم تاعها مدين، المشتريات مدين الخصم تاعها دائم. تعالوا ناخذ مثال واحد فقط يكفي لتفسير الموضوع بالكامل في 10/2. وركز معايا الآن على التواريخ. تم بيع بضاعة إلى محلات الهدى بقيمة 1000 دينار بخصم تجاري، آسف، بخصم نقدي 10% خلال 5 ايام. تعالوا مع بعض نقرا السؤال مره اخرى. تم بيع بضاعه الى محلات الهدى بقيمه 1000 دينار، وقف عند الخصم روح. الان تم بيع بضاعه الى محلات الهدى بقيمه 1000 دينار. الآن مش محدد لك لا نقدا ولا بشيك ولا على الحساب. مباشرة إذا الحدث كان مرتبط فيه خصم نقدي، أعرف إنه الحدث دين. فأنا بروح بخط صغير بكتب على الحساب. ليه؟ لأنه أصل الخصم النقدي لا يمنح إلا إذا كان الحدث على الحساب. طب تعال مع بعض نحل المعادلة، أو نحل المعادلة، نعمل معادلة. تم بيع بضاعة، مبيعات، وعلى الحساب تذكرني مبيعات مدين ولا دائم؟ دائم. الطرف الثاني حيكون مدين، ضيف لها واو ونون بتصير مدينون ومحلات الهدى. طيب الان بكتب قيد العادي التقليدي اللي انا متعود اكتبه من بدايه الفصل. ببدا بالمين؟ بالمدينون. من حساب المدينون
الهدى إلى حساب المبيعات. حدث عاد. طب وين راح الخصم في القصة؟ أيوه هذا الخصم ها مرتبط بإيش؟ تعجيل السداد. ما صارش لسه سداد، ما صارش سداد، يعني وفين بنقول خصم مؤجل حتى السداد. يبقى الحدث الأصلي أو حدث البيع تبقى القيمة كما هي. طيب لا تعال مع بعض ها معلش ها صفتش. تعالوا مع بعض هيك 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 معلش مرة أخرى معلش فكر حد من الجملة. تعالوا مع بعض نشوف وين الحدث الأصلي؟ هاي طب وين الحدث السداد؟ قال لك في 12 2 يعني بعد يومين ها سددت محلات الهدى المستحق عليها نقد. الله. الآن نيجي للحدث رقم 2 اللي هو صار في من 10 2 ل 12 2 هو يومين. طب والمدة المتفق عليها هنا 5 أيام. قال لك إذا سددت خلال 5 أيام. طب اليومين خلال 5 أيام؟ آه خلال 5 أيام. يبقى الآن حروح أقول عندي محلات الهدى وعندي نقطة جنب النقطة الحوض زائد واكتب في خصم نقدي ها مسموح به. طب ليه سميته مسموح به؟ لأن أصل الحدث إيش؟ بيع. يبقى عندي السداد حيستفيد اللي هو الزبون من الخصم أو أنا حمنعه الخصم. يبقى جنب نقدا على طول بحط إنه في خصم. دير بالك محلات الهدى مش هتسددك الألف كلها. طب نيجي مع بعض محلات الهدى اللي هو مدينون الهدى وعندي نقدا صندوق وعندي اللي هو الخصم. ثلاث أحداث أو ثلاث حسابات آسف ثلاث حسابات. الآن اتفقنا إنه المدينون عند السداد بنقولها للطرف الدين وهذول التنين مدي. هذول التنين مدي. يبقى صار في عندنا مدينون الهدى تنتقل إلى الطرف اللي هو الدين والخصم والصندوق هتروح على الطرف المدي. تعالوا مع بعض حط الإجابة هنا على الجانب. هقول له ابدأ بالمدين يا سيدي. عندنا المدين اللي هو الصندوق والخصم النقدي هاي من مذكورين حساب الصندوق حساب خصم نقد مسموح به الى حساب المدينون الهدى. المدينون تعالوا القيم عندنا الدين 1000. تعالوا نشوف قديش مقدار الخصم وقديش بده الصندوق يصل الأموال. بقول هاي عندي 1000 اضربها في قديش النسبة. ارجع لسؤالي النسبة 10% قول هاي 10% ويساوي 100. هاي الخصم 100 يبقى الصندوق حيوصله 900. الصندوق حيوصله 900. طبعا مرة أخرى تكون عندي اللي هو دفتري ببدأ ايه افسرها نقطة نقطة. يبقى هذا الخصم النقد المسموح به. طب لو كان العكس لو كانت العملية عملية شراء لو كانت العملية عملية شراء. تعالوا مع بعض ناخذ مثال على عملية الشراء بس بدون ما ندفع على السبورة. ها لو قلنا يلا امسك ورقة وقلم في 25/2 تم شراء بضاعة بقيمة 2000 دينار من شركة القدس ها بخصم نقدي 5% خلال 5 أيام. الآن في 27/2 تم تسديد المبلغ المستحق إلى شركة القدس نقد. جربها وشوف ايش يطلع معاك. تمام انا هيك بس شويه هقول لك انه في الاول بنحط اللي هو الخط بنلغي الخصم نتعامل معاه عند السداد فبنقول تم شراء بضاعه على الحساب
اللي هو من حساب المشتريات الى حساب الدائنون شركة القدس. بعدين بنقارن الايام اللي هاجي فيه خصم، هنروح نقول في عندنا شركة القدس دائنون، في عندنا دائنون القدس، في عندنا صندوق، في عندنا خصم نقدي مكتسب. الصندوق مع الخصم النقدي المكتسب بيروحوا مع بعض و او بيصبحوا حسابين متشابهين، وعندنا الدائنون، الدائنون شركة القدس بتروح على الشقة المدينة او على الطرف المدين، والخصم النقدي المكتسب والصندوق في الطرف الدائن، وبنحدد القيمة وبنعالج السؤال. هيك بنكون اخذنا اللي هو المثال هذا. طيب لو الان في عندنا مثال بيجمع بين الخصمين، بيجمع بين الخصمين، تعالوا مع بعض ناخذ مثال بيجمع بين الخصمين. كل سنه حنحل اللي هو ايه، لانه انا محتاج مساحه اكبر على السبوره. طيب نيجي في 1-3 يا ريس. تم شراء بضاعة من شركة القدس بقيمة 2000 دينار، ولا 3000 دينار بخصم تجاري 10% وخصم نقدي 20% خلال 10 أيام. أول خطوة في الحل هروح عند الخصومات وأحط وأتعامل مع الحدث حدث عادي، تم شراء بضاعة مشتريات. طيب نقدا ولا بشيك ولا إيش قصته؟ ما دام في العملية خصم نقدي أعرف على طول هنا في عملية. طب ماشي، على الحساب اللي هو ايه؟ دائنون القدس، مفيش فيها مشاكل. من حساب مشتريات إلى حساب دائنون القدس. طب جاي. الآن ما بعد ذلك في عندي خصم تجاري وفي عندي خصم نقدي. قلنا الخصم النقدي مؤجل لعند السدد، سيبك منه مش هتعامل معاه الان بالمره. طب الخصم التجاري بدنا نحسبه. قيمه البضاعه 3000 عليها خصم 10% بتساوي 300. 3000 ناقص 300 بتساوي 2700. يبقى اول خطوه هي 2700. يبقى الدين من 3000 تحول ل 2700. الآن حنيجي مثلا نقول في 10 أيام، يعني بعد 9 أيام، والمدة دي بالغ 10 أيام، يعني حيستفيد من الخصم. تم تسديد المستحق إلى يعني نستخدم لون آخر، شركة القدس نقدي. ماشي يا ريس، حنيجي نقول تم تسديد المستحق شركة القدس، معروف عندنا دائنون القدس ونقدا صندوق. طيب لو تم الصندوق بحط زائد وهشوف هل تم الاستفاده من الخصم ولا لا. الحدث 1-3 ومعاه خصم اللي هو لمده 10 ايام. طيب بعد 9 ايام يبقى استفاد من الخصم، وراح نقول زائد الحدث اصله مشتريات، يبقى خصم نقدي مكتسب. الان الدائنون بتروح على شقه المدين، وهدول التنتين بروح على شقة الدائن. نكتب القيد، من حساب الدائنون القدس إلى مذكورين، حساب صندوق وحساب خصم نقدي مكتسب. الآن نيجي للقيم، الدين 2700 دينار. في خصم جديد اللي هو قديش مقداره؟ 20%. نيجي بنقول 2700 ضرب 20 على 100 ويساوي هاي 540.
500 و1000. حط هنا 2700 هاي مفضل الخصم 540، بضل عندنا 2160. هيك بنكون اخذنا مثال اخر على الخصم التجاري مع الخصم ده. طبعا ضلت خصم الكمية انا مش حصارد الا في كلمتي. خصم الكمية هو عبارة عن خصم تمنحه العديد من الشركات لتحفيز الزبائن على شراء كميات اكبر. على شراء كميات اكبر، فبمعنى بيكون ادارة الشركات متفقة مع زبائنها انه اذا اشتريتوا منا بضاعة ب 1000 دينار هنمنحكم عليها خصم 1%. اذا اشتريتوا منا بضاعة ب 10000 دينار مثلا، اول 1000 دينار عليها خصم 1%. ال 1000 دينار اللي بعدها عليها خصم 2%. ال 1000 دينار اللي بعدها عليها خصم 3%، والباقي عليه خصم 4%. طيب لو واحد اشترى بضاعة ب 3000 دينار هنقول له انت وقعت تحت 3 خصومات. اول شيء اول 1000 حاعطيك 1%، 1000 اللي بعدها حاعطيك 2%، 1000 اللي بعدها حاعطيك 3%، وهكذا. في الاخر بيعمل اللي هو حسبه الخصم، وبتظهر فيه اطار اللي هو المعالجات المحاسبيه انه احنا منحنا خصم ليه اللي هو زبون معين، والزبون عنده في دفاتره هيقول لك انا كسبت خصم كميه. وطبعا كلا الطرفين هيعمل اللي هو حسبته بانه يخفض من الدين اللي هو زبونه، والزبون هيقول لك انا هخفض من دين التاجر في اطار اللي هو خصم الكميه. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.